لحتى نشوف شو في معنا فقرات. نحن بنعرف انه كثير مهم موضوع تحديد المصير بالمستقبل، وهلا نحن بقناة سما الفضائية بصدد برنامج خاص بهالموضوع كمان صحيح. ولكن مو غلط ابدا نحكي بصباح الخير عن كيف طالب البكالوريا بده يختار مهنته، على اي اساس بده يفوت فرع الجامعي، وهذا موضوع مؤرق للاهالي وبعض الخطوات المهمه لازم ياخذها بعين الاعتبار. بخطط العديد من الاشخاص لمستقبلهم الدراسي بطريقه غير صحيحه، ما يصيبهم هذا الشيء بالاحباط بفتره لاحقه بعد فشلهم بتحقيق امنياتهم جراء هذا التخطيط الخاطئ. لهيك اليوم ضمن فقرتنا وحديثنا رح نضوي على موضوع مهم، هو التخطيط الذاتي وكيفيه تحديد الخطوات والاهداف الصحيحه. رح تخبرنا كل هاي التفاصيل رزان شمسين، مدرب التطوير مهارات اداريه. يسعد صباحك استاذه. يسعد صباحكم. اهلا وسهلا فيكي استاذه، يسعد صباحك. اول خطوه من خطوات التخطيط هو جمع البيانات الاوليه، جمع الحيثيات. انا منين بدي اعرف البيئه المحيطه فيني كطالب عمري 17 او 18 سنه، لسه ما عندي هالنضوج الكافي لادرس الواقع وادرس البيئه المحيطه. برايك الشخص بيقدر يختار طريقه وما مساره المهني والأكاديمي من تلقاء نفسه بهالعمر ولا لا؟ أول شيء صباح الخير. أكيد الطلاب اللي بيفوتوا على الجامعة أو الطلاب اللي هلأ خلصنا بكالوريا اللي خلصوا أو اللي هنن آخر سنة جامعة هنن أكيد قادرين إنه يقدروا يختاروا، بس لما بيمشوا بالطريق الصحيح. طبعاً الأغلب الطلاب، أنا بشوف طلاب أحياناً بالجامعة أو هلأ مخلصين بدون يبلشوا يفوتوا على سوق العمل صحيح. فبيقولوا إنه أنا ما بعرف شو بدي أقوي حالي، أنت شو بتنصحيني أنا سجل دورات شو ساوي أنا أعمل؟ الحقيقة ما حدا بيقدر يقول لحدا إلا نفسه وذاته تماما. فنحن دائماً بننصح الطلاب إنه حاولوا تعملوا هيك تحليل للبيئة المحيطة لحتى تقدروا فعلاً تاخذوا الخطوة الصح للمستقبل. الأغلب هلأ نحن على آخر سنة وجايين هلأ على السنة الجديدة، فأغلب الناس ببلشوا هيك يراجعوا نفسهم شو عملنا السنة الماضية، شو أنجزنا، شو الأشياء اللي كانت ببالنا وشو الأهداف اللي نحن حققناها. بيلاقوا حالهم خلال السنة بذلوا جهود كتير كبيرة بس النتيجة هي لا تتناسب مع الجهود فعلا المبذولة، فبيحسوا أنه أنا شو الخطأ، شو اللي ضاع، شو الشيء اللي أنا ما عملته ولازم كنت أعمله. رح نرجع نقول الخطوة الأولى والمهمة هي التخطيط حقيقة. تخطيط الذاتي وتخطيط الإنسان لمسار حياته فعلا. هل منقدر؟ طبعا منقدر. طبعا إذا بدنا نحكي بأدوات التخطيط، الأداة الأساسية للتخطيط هي أداة مستخدمة بالتخطيط الاستراتيجي على مستوى الشركات وعلى الأقسام التسويقية، وأيضا تستخدم بالتطوير المهارات الذاتية. الأداة بنسميها SWOT أو التحليل الرباعي حقيقة. الفرص، التحديات، نقاط الضعف ونقاط القوة. تماماً. فنحن بنحكي بالسوات أناليسز يلي هي نقاط القوة، نقاط الضعف اللي هي بتكون شخصية نحن بنقدر نقدرها، وهلأ حنشرح شوي تفاصيل عنها. أيضاً مننتبه ومنشوف شو هي الفرص أمامنا وشو التحديات اللي عم بتواجهنا. ما بنكتفي إنه نعمل ليستا، نحن بنربط هاي القصص كلها مع بعضها. فإذا بدنا نحكي على نقاط القوة، بشو أنا منيح؟ كل شخص بيعرف حاله. أنا شو نقاط قوتي؟ نقاط القوة مو ضروري تكون بس درسية، ممكن تكون مهارات، ممكن تكون صحيح. نقاط إلى علاقة بشخصية الإنسان، ممكن يكون بيعزف جيتار كتير حلو، هاي نقطة قوة. بيشوف انه هو بيعزف جيتار احسن بكثير من الناس الموجودين متدرب مشتغل على حاله. معناتها في نقطه كثير مهمه لازم نضوي عليها، انه مو بس انا بدراستي الاكاديميه لا. انا لازم اشتغل فيها، انا ممكن مثل ما حضرتك ذكرتي انا عندي مواهب، عندي هوايات اخرى انا ممكن ابدع فيها، ولكن اضطريت انه انا خلال البكالوريا والمفاضله انه انا ادرس هذا الفرع او هي الكليه المعينه، ولكن انا ببدع بمجالات ثانيه. احنا ما فينا بس نحط امالنا وشغلنا وكلياته على الكليه او الفرع اللي نحن درسنا. أكيد 100% حقيقة. التحليل الرباعي هو بيتضمن كل مجالات الحياة مو بس الدراسة. يعني في ناس مثلا إذا بيلعبوا بفريق باسكت، فريق السلة، في ناس بيلعبوا رياضة، فهي بحطوها نقطة قوة. ليش؟ لأنه عندي شيء أنا متميز فيه، أنا بملك شيء أنا متميز فيه. نفس نقاط القوة ممكن الشخص يكون في عنده نقاط ضعف، أكيد كل حدا فينا عنده نقاط ضعف. هلأ الأهم هو تحديدها والقدرة على تحديد نقاط الضعف. نقدر نشوف نحن وين ضعف،
هلا هذا لقدام رح يساعدني لحتى نحن كنا عم نحكي على التخطيط، فانا بس اعرف نقاط ضعفي بلش اشتغل على حالي، كيف بدي اقوي هاي النقط هلا بنحكي فيها. تمام. ايضا الفرص المتاحه هي مهمه كثير، كثير بسمع شباب وصبايا كان اول سنه جامعه او ثاني سنه او ثالثه، انا عم دور على شغل ما عم لاقي، انا فدائما نحن بنقول لهم فرص موجوده بال 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 بالسوق، فرص كبيره. اولا واهمها هي الفرص التطوعيه، يعني على سبيل المثال اذا نحن عم نحكي على وحده من نقاط القوه انه انا بعزف جيتار منيح، بقدر اعمل اعرض على احد الجمعيات اللي عم تشتغل انه انا اعمل حفله صغيره، انا بقدم شيء، بكون قدمت شيء للمجتمع، وبكون انا عم ورجي نقاط قوتي انه انا موجوده. التهديدات هي شيء الحقيقه نحن ما بنقدر نعمل له شيء لانه هي نقاط خلينا نقول خارج ارادتنا، بس هي المستخدم دائما نقاط قوتنا لحتى نوقف بوش هي التهديدات. تمام. بس نخلص التحليل الرباعي منفوت بقى على الخلاصة يلي هي جمع كل النقاط مع بعضها، منشوف شو نقاط القوة كيف بقدر استغلها بحياتي، شو نقاط الضعف، شو الخطط المستقبلية لحتى أقدر أنا أقويها، وبلش حط أهدافي الشخصية بناء على نقاط قوتي نقاط ضعفي وفرصي اللي أنا عم شوفها أمامي. حلو جدا كلامك ومستمتعين فيه، وقديش صح لازم نخطط لحياتنا، قديش صح لازم أعرف أنا لوين متجه، لوين رايح. يمكن هذا الموضوع ما لازم يكون بعد ما أتخرج من الجامعة، لازم يكون من بداية المرحلة الثانوية. أكيد. من لما ببدأ أنا أخذ حرية اختيار نوعا ما، إذا ما كانوا أهلي متحكمين فيني أو المدرسة متحكمة فيني، إذا بدي فوت تجارة ولا فنون، إذا بدي فوت أدبي ولا علمي، بعدين بدي اختار بالمفاضلة، بعدين أمشي بطريقي لأتخرج، ما لازم انطر لاتخرج لابدا اشوف نقاط الضعف تبعي وابدا رممها. أكيد. شو اهم القصص اللي بتنصحي فيها الشاب المقبل على سوق العمل بعد ما يتخرج والمقبل على الدراسه الاكاديميه بالجامعه انه يبدا يرمم نقاط الضعف فيها؟ خلينا نروح للدورات، انا شو لازم اعمل دورات؟ صح لازم اعمل دورات؟ هذا اللي عم نحكي. نرجع للسؤال الاول، شو هي الدورات اللي لازم انا اعملها؟ شو الدورات اللي لازم اعملها؟ ما بتبين الا اذا عملنا تحليل فعلا، تحليل الرباعي ببين عندي نقاط الضعف، ببين اذا عندي نقاط ضعف تقنيه، خلينا نقول اذا انا على سبيل المثال طلاب المحاسبه مثلا او طلاب اداره الاعمال اللي فايتين يختصوا محاسبه، بيقولوا انه انا ما عم لاقي فرصه عمل، يمكن وحده من نقاط ضعفي ما عندي خبره عمليه، ما لي شاغل بالمحاسبه بشكل دقيق، هو بيقدر يحدد شو نقطة ضعفه، ببلش يسجل دورات تقوية لحتى يقدر يقوي هالنقطة الضعف. فبالتالي نتيجة التحليل الرباعي هي وضع الأهداف. الأهداف كتير ضروري لحتى أقدر ألحقها وحققها، تكون محددة كتير. يعني أنا ما بيصير أقول والله أنا بدي طور حالي بس كيف؟ شو؟ كيف؟ أعطيني واحد اثنين ثلاثة أيمات. فإذا أول شيء لازم حدد شو النقص، شو نقطة الضعف اللي أنا شفتها، على شو بدي أشتغل النقطة. والأهداف تماماً، الهدف هو محدد، يجب أن يكون هدف محدد. ثاني قاعدة بوضع الأهداف بعد أنه يكون محدد، أنه يكون هيك شخصي، يعني أنا حققه، ما حط هدف مثلاً أخواتي، لا مقترن بالغير، حط هدف إلي أنا. في قاعدة حلوة كتير، لازم الهدف يرتبط بهدية مكافأة. هاي المكافأة يمكن مشوار مع رفقاتي، بس انجز هذا الهدف، بس حقق هدفي لازم كافئ نفسي، بجوز فنجان قهوه، بجوز مشوار مع رفقاتي، بجوز اشتري كنزه جديده، بس هديه بسيطه لحتى فعلا كافئ نفسي اني انا حققت هدفي. الاهم بتحقيق الاهداف ايضا اذا بدنا نحكي نقطه رابعه هي اني تابعه. في كثير شباب وصبايا بيقولوا انه انا والله حطيت مجموعه اهداف ما حققتها. جزء من انه ما حققناها نحن ما بنعمل لها متابعه سنويه. الهدف هو مو شيء بنحط اول السنه وبنرجع له اخر السنه، لا، الهدف هو شيء بنحط ونحن خلال العام بنبلش نتابعه، اللي هو يجب ان يكون ضمن اطار زمني ومتابع خلال هذا الاطار الزمني. يعني اذا بقول انه انا بدي اطور حالي باللغه الانجليزيه، لازم اني انا اسجل دورات وانهي مستوى اول خلال 3 شهور الاولى، مستوى ثاني خلال 3 شهور الثاني، خلال 3 شهور الاولى لازم تابع انا هل انا عم بتحسن، هل انا عم بتطور، اذا ايه كثير منيح، اذا لا برجع باخذ خطوات تصحيحيه. حقيقه
بنتشكرك بالختام ونتشكر المعلومات اللي قدمتينا اياها، وان شاء الله كل الاشخاص حتى الطلاب اللي عم يحضرونا كونوا اليوم عطله يكونوا استفادوا من معلوماتك، واكيد لازم يحطوا نقط لبدايه حياتهم وينهوها بتحقيقها. اكيد شكرا كثير لك. شكرا كثير لكم. شكرا. واكيد لا يكفي جلسه واحده للحديث. اخذنا اليوم التحليل الرباعي منك، باسابيع قادمه لازم نحكي بتحقيق الاهداف وتقسيمها لخطوات مرحليه وكيف نقدر نحققها. اهلا وسهلا فيك. شكرا كثير. شكرا كثير لكم. يسعد صباحكم.